أعوام طوال أمضتها الناشطات والناشطون الحقوقيون في المطالبة بإلغاء المادة 308 المثيرة للجدل من قانون العقوبات الأردني، إذ ضمن نص القانون إعفاء الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية الأنثى. المادة 308 كانت عبارة عن مادة اختيارية في القانون يلجأ إليها المغتصب والمجرم للنفاذ من عقوبته. أساس قانون العقوبات والمواد الموجودة في قانون العقوبات هي وجود نوع من القصاص لكل مجرم، فهاي المادة كانت عبارة عن منفذ للمجرمين حتى أنهم يهربوا من العقاب. بنفس الوقت طبعا مركز داعم خلال السنتين الماضيات عمل حملة لكسب التأييد ضد المادة 308 سواء في المجتمع المدني وفي وسائل الرأي العام. طرح مجلس النواب الأردني المادة 308 ضمن جملة من القوانين على منصة التصويت لإلغاء أو تعديل أو الإبقاء على المادة، وصوت المجلس على إلغاء المادة وسط صخب كبير، حيث قدم عدد من أعضاء اللجنة القانونية استقالتهم من اللجنة احتجاجا على آلية التصويت، معتبرين أن قرار الإلغاء جاء نتيجة للضغوطات الخارجية من منظمات حقوقية دولية. من شأن هذه المادة أن تكون سيف مسلط على رقاب النساء، وإلغاء هذه المادة تحفظ كرامتها وإنسانيتها وحقوقها اللي الله شرعها سبحانه وتعالى، ثم البت وردع المجرم الوحش الذي اعتدى، وحش كاسر اعتدى على فتيات قد تكون أعمارهم أقل من 12 سنة و 11 سنة ويكون هناك حمل ومضار كبيرة جدا. ولذلك عندما كنت نقيب المحامين عام 99 طلبت بإلغاء هذه المادة قبل أن تطالب بها أي جهة من الجهات. بعدين هذا النوع بالإكراه سيكون بالإكراه، ثم تواجه مشاكل. معظم الزيجات التي تمت كانت فشل، والغاية منها أننا نحمي المجرم السفاح في هذا الأجانب. المحاكم بالنظر بالادعاء بالحق الشخصي بالقضايا قبل نفاذ أحكام هذا القانون. إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني يستدعي جملة من الالتزامات الجديدة والتحضيرات الوقائية لحماية المتضررات من جرائم الاغتصاب بالشكل المناسب، كما يتطلب قرار الإلغاء بنية تحتية لإنشاء بيئة سليمة جديدة مناسبة لعلاج الآثار الجسدية والنفسية وتغيير النظرة الاجتماعية لمن حصل عليهن الاعتداء، وإلا فإن القانون سيبقى منقوصا ومحيرا.